حسب توجيه قائد القوات البرية. لجنة من هيئة تدريب قيادة القوات البرية تجري زيارة تفقدية لوحدات فرقة المشاة الآلية 8 وفرقة المشاة 14 و15 و16 للاطلاع على سير التدريب ومدى الاستفادة منه. قطعت المقر المسيطر لعمليات طوس خرماتو تنفذ عمليات بحث وتفتيش أسفارت عن العثور على مخلفات حربية تم تفجيرها تحت السيطرة. فرقة المشاة 10 تعثر على مقذوفات مختلفة في صحراء الثرثار ضمن قاطع المسؤولية، تم معالجتها من قبل أبطال الجهد الهندسي. تستمر فرقة المشاة 14 بتنفيذ العمليات التعرضية للقضاء على الإرهاب، حيث أسفرت عن العثور على كتس للعتاد تم تفجيره موقعياً.